النقطة التانية، احنا دلوقتي بقالنا 3 سنين يا دكتور مصطفى بنتفاوض على شركات النظافة تقريبا يعني، واتفقنا وكده. انا بقول لكم عشان تعرفوا، بقول لكم عشان تعرفوا، وبستغل فرص ان احنا نكون موجودين مع بعضنا بنعرض حاجة من كده. تقول يعني ده احنا فرحانين قوي وكده، ايوه انا عايز اكمل الفرحة والله، عايز اكملها. عايز اكملها ايه؟ ان ما يبقاش عندنا حاجة مش كويسة، لكن مش عشان اضايقكم واضايق نفسي واضايق الحكومة. لما جينا نتكلم مع الشركات وجت التنمية المحلية من 3 سنين والبيئة تعرض علي المشروع الموضوع مع الدكتور مصطفى، لقينا ان حجم، ومحدش يفهمني غلط، من فضلكم ما تفهمونيش غلط، انا لما بتناول معاكم مسألة بتناولها عشان نفهمها. انت بتقولها كلمة في الجورنان او في على مواقع التواصل قضية، لكن انت لازم تكون عارف حجم القضية ديت قد ايه وازاي نعالجها. طب انا هقول لكم، احنا حجم اللي بنجمعه من مصر، ولا انا والدكتور مصطفى يصلح لي، بنجمع من مصر للنظافة 800 مليون، صح كده؟ مش كده؟ طيب يعني كل الناس في مصر، كل الشقق، كل المحلات، كل ده بنجمع فيه 800 مليون جنيه. طيب القاهرة لوحدها لحي غرب وشرق، مش كده؟ حي غرب وشرق، لما جينا نتكلم مع الشركات صدقوني انا مش عايز اقول الرقم عشان يعني ايه ما تستغربوش، لحي غرب وشرق، مش كل القاهرة، مش كل القاهرة، يعني القاهرة كلها ممكن يبقى الـ التكلفة ممكن توصل مثلا لـ2-2.5 مليار لو شئنا ان احنا نسميها، لو احنا حبينا نعمل ده. وبالمناسبة برضو صدقوني لقيت ان احنا ما عندناش نظام في المباني، فبرضو هيبقى يعني مش كفاءة اعمال النظافة مش هتبقى بنفس المستوى اللي احنا بنتمناه، مش هيبقى بنفس المستوى اللي احنا بنتمناه. مع الوضع في الاعتبار ان تعاونكم معانا كمواطنين في تقليل اي فرصه من فرص المخلفات ديت، او حتى ان احنا نخش في المنظومه بسرعه، يبقى الكلام